بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بصدد الحديث عن أركان العقد، وقد رأينا أن هذه الأركان هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه أو محل العقد. رأينا ما يتعلق بالصيغة من مباحث ومن أقوال الفقهاء في تفاصيل هذا المبحث، ورأينا بعض القضايا داخل هذا المبحث كقضية الصيغة، هل يشترط فيها اللفظ أو لا يشترط فيها اللفظ، وكقضية العبرة، هل هي بالألفاظ ومباني الكلام أو بالمعاني ومقاصد الألفاظ. رأينا أيضا المعقود عليه أو محل العقد، ورأينا أن مدار الشروط التي يذكرها الفقهاء في هذا الركن هو أن يكون المعقود عليه محلا للعقد شرعا، ومن ثم فلا يجوز التعاقد على ما لا يقبل العقد، كما لا يصح بيع المعدوم، ولا يصح البيع الذي فيه الغرر أو الجهالة على التفاصيل التي رأينا هناك. والحديث اليوم سيكون بحسن عون الله عن الركن الثالث، وهو العاقدان. يعبر عن هذا الركن بالعاقدين، ويعبر عنه أحياناً بالعاقد، على أساس أن العاقد يطلق على كلا العاقدين. والعاقدان بالتثنية هكذا يصح أن يكون فردين، أي شخصين، هذا عاقد فرد وهذا عاقد فرد، ويصح أن يكون العاقدان عبارة عن فرد واحد في طرف وأفراد، مجموعة من الأفراد في طرف آخر، ويصح ثالثا أن يراد بالعاقدين مجموعتان من الناس. والأمثلة واضحة، فإذا باع شخص سلعة من شخص فهذان عاقدان معروفان، وإذا باع الورثة وهم مكونون من عدة أفراد، باعوا هذا الملك الموروث من شخص واحد فهما أيضا عاقدان. وإذا باع فرد ملكه لورثة فهذا أيضا ينطبق عليه أنهما عاقدان. ومن ثم يصح أن نقول إن العاقدين عقدا على كذا،
ويصح أن نقول إن العاقدين عقدوا على كذا في حالة ما إذا كان العاقدان مجموعتين من الناس، ويشهد له قول الله سبحانه وتعالى فإذا هم فريقان يختصمون، وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، وقوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر ما هنالك. إذن العاقدان المقصود بهما هنا هما الطرفان اللذان يتعاقدان على شيء ما، وهناك شروط لهذين العاقدين، لكن هذه الشروط يتحدث الفقهاء عن بعضها في عقد من العقود، ويتحدثون عن بعضها في عقود أخرى. فبعض العقود يشترطون فيها الذكورة كعقد النكاح كما عند المالكية، وبعض العقود يشترطون فيها البلوغ والعقل والرشد والاختيار إلى آخر ما ذكروه في العقود. ومن ثم فأبرز شرط يجمع كل هذه الشروط هو شرط الأهلية، ولذلك يمكن اختصار كل شروط العاقدين في هذا الشرط الجوهري الذي هو شرط الأهلية. فما هي الأهلية؟ فالجواب عن هذا السؤال في غاية الأهمية لما له من تأثير في العقود وقضاياها وتجلياتها. عرفوا الأهلية في هذا المجال بقولهم إن الأهلية هي صلاحية الإنسان أو صلاحية الشخص، لا فرق، صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. وهذا تعريف نجده في الكتابات الأصولية، لا سيما الكتابات الأصولية للأحناف. وهناك تعريف آخر للأهلية، وهي أنها قابلية الإنسان للالتزام والإلزام، قابلية أو صلاحية، قابلية الإنسان للإلزام أو الالتزام. لكن الملحوظ في هذا التعريف أن الأهلية وفق هذا التعريف هو بمعنى الذمة، فهل الذمة هي الأهلية؟ وهل الأهلية هي الذمة؟ لا شك أن هذا التعريف للأهلية، التعريف الثاني للأهلية، وهي أنها صلاحية الإنسان أو قابلية الإنسان للإلزام أو الالتزام، تساوي الذمة. ولذلك ابن عاصم رحمه الله في منظومته تحفة الحكام في نكات العقود والأحكام قال في تعريف الذمة: والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام. وقد أورد هذا الشرح بمناسبة حديثه عن السلام الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بتفصيل. يقول في بداية مبحث السلام أو فصل السلام أو باب السلام: فيما عدا الأصول جوز السلام، فيما عدا الأصول جوز السلام، وليس في المال ولكن في الذمم.
فيما عدا الأصول جوز السلم وليس في المال ولكن في الذمم، والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام. وهذا أمر نلحظ فيه المنهج العلمي عند الفقهاء رحمهم الله، فقد شرح ابن عاصم رحمه الله الذمة لأول ذكرها لكن بمعناها الإيجابي، بمعنى أن الذمة هنا معتبرة، ولذلك شرحها في هذا المكان التي اعتبرت فيه، وإلا فقد سبق له ذكر الذمة في باب الصلح قبل باب البيوع بكثير، ولكن ذكرها هناك بمعناها السلبي أي بالمعنى الذي لا تقبل فيه. ولذلك يقول هناك في فصل الصلح أو باب الصلح: ولا يجوز الصلح باقتسام ما في ذمة وإن أقر الغرماء، ولا يجوز الصلح باقتسام ما في ذمة وإن أقر الغرماء. إذا البيت هكذا: ولا يجوز الصلح باقتسام ما في ذمة وإن أقر الغرماء. لم يشرح الذمة هنا لأن الحكم الذي أصدره هنا هو أنه لا يجوز اقتسام ما في الذمة، بينما في باب السلام شرح الذمة لأنه ذكر أنها معتبرة عندما ربط السلم بالذمة، فقال فيما عدا الأصول جوز السلم وليس في المال ولكن في الذمم، والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام. إذن هذا هو تعريف الذمة، وهو قريب كما ترون للأهلية، بل هو هذا التعريف، هو هذا التعريف. سنرى أن هذين التعريفين يعطيان أن الأهلية هي الذمة، لأن الأهلية عبارة عن صلاحية الإنسان للالتزام والإلزام، والذمة هي صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام. لكن فقهاء آخرين داخل المذهب المالكي نفسه وخارجه أيضا في بعض الكتابات نرى تفرقة بين الأهلية والذمة، وممن فرقوا بين المصطلحين الإمام القرافي رحمه الله، فقد عقد فرقا في كتابه الفروق، هو الفرق 83 بعد 100 للفرق بين الذمة والأهلية. وبدأ حديثه عن هذا الفرق بأن كثيرا من العلماء لا يفرقون بينهما، فقال رحمه الله: اعلم أن الذمة قد أشكلت معرفتها على كثير من الفقهاء، وجماعة منهم يعتقدون أنها أهلية التصرف. اعلم أن الذمة قد أشكلت معرفتها على كثير من الفقهاء، وجماعة منهم يعتقدون أنها أهلية التصرف. ثم قرر أنهما حقيقتان متغايرتان، وبيان تغايرهما أن بينهما أعمية وأخصية من وجه، بمعنى أن كل واحد منهما أعم من الآخر، أو إذا سميناها الأهلية والذمة، أي إن كل واحدة منهما أعم من الأخرى من وجه وأخص منها من وجه. وبيان هذه الأعمية والأخصية من وجه أن الذمة
قد تكون للإنسان ولا تكون له أهلية التصرف، وقد تكون له أهلية التصرف ولا تكون له الذمة، وقد تكون له أهلية التصرف والذمة مجتمعين. فهذا هو تقرير معنى كونهما حقيقتين متغايرتين، إحداهما أعم من الأخرى من وجه وأخص من وجه. وإليكم أمثلة توضح هذا الفرق الذي ساقه القرافي رحمه الله. المثال الأول: الصغير المميز. الصغير المميز، قالوا له أهلية التصرف، له أهلية التصرف، أي يصح بيعه وشراؤه، لكن ليس عند جميع الفقهاء. يصح بيعه وشراؤه عند المالكية والحنفية والحنابلة، ثم يفترقون. فعند المالكية يتوقف لزوم بيعه على إجازة الولي، أي على إجازة وليه لتصرفه أو لعقده، وتتوقف صحة بيعه على إذن وليه عند الحنفية والحنابلة. إذن فهم متفقون على الصحة من حيث المبدأ، على صحة تصرف الصبي المميز. المالكية يثبتون الصحة ويوقفون اللزوم على إجازة الولي، والحنفية والحنابلة يوقفون الصحة نفسها، يعني صحة بيعه، يوقفونها على إذن وليه، ومن ثم فله أهلية التصرف كما رأيتم، ولكن ليست له ذمة على هذا، وستأتي مناقشة ما في هذا الأمر. يعني على هذا الفرق الذي ذكره القرافي رحمه الله، الصبي المميز يحق له التصرف، أي تثبت له أهلية التصرف، ولكن ليست له ذمة. أما الشافعي رحمه الله، يعني المذهب الشافعي، لا يجيز عقد الصبي المميز ولو أجازه وليه، بمعنى أن عقد الصبي لا ينعقد أصلا عند الشافعي، أجازه الولي أو لم يجيزه. فالشافعي يقول إن الصبي المميز كالصبي غير المميز، ومن ثم فإنه يشترط التكليف، يشترط التكليف. إذن هذا المثال الأول الذي تتجلى لكم فيه الأعمية والأخصية من وجه كما قال القرافي رحمه الله، لكن نحن نقرر الآن ما ذكره القرافي من فرق وستأتي مناقشته. المثال الثاني المحجور عليه، المحجور عليه، يعني قد يبلغ الرجل ولكن يحجر عليه لسبب من أسباب الحجر التي ستأتي في مناسبتها إن شاء الله في العقود. المحجور عليه له ذمة ولكن ليست له أهلية التصرف، يعني الصبي المميز له أهلية التصرف على على النقاش الذي أو على التفصيل الذي رأيته، وليست له ذمة. هذا له ذمة وليست له أهلية التصرف، اللي هو المحجور عليه. المثال الثالث: البالغ العاقل الرشيد المختار، يعني غير المكره، هذا اجتمعت فيه أهلية التصرف والذمة معا، يعني يتمتع بأهلية التصرف ويتمتع بالذمة في الوقت نفسه.
فها أنتم ترون تقرير الأعمية والأخصية التي أثبتها الإمام القرافي رحمه الله بين أهلية المعاملة، سماها أهلية المعاملة ثم سماها أهلية التصرف والذمة. لكن بعد هذا لابد من ذكر بعض التفاصيل المتعلقة بما يسمى بالالتزام واللزوم أو الإلزام. ولذلك القرافي رحمه الله وهو بصدد هذه التفرقة عرف الذمة بأنها معنى شرعي، معنى شرعي في المكلف قابل للالتزام واللزوم. هذا اللزوم ستجدون بعض الكتابات فيها الإلزام بدل اللزوم، فاللزوم هنا بمعنى الإلزام حتى لا تختلط عليكم المصطلحات. إذن معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم. فمثال القابل للالتزام الهبة والصدقة مثلا، فمن التزم أي من تصدق أو من وهب فإن الصدقة والهبة تلزمانه فهو إذن ملتزم. ومثال قابلية اللزوم أو الإلزام دفع الثمن للسلعة المشترى، من اشترى سلعة فإنه يلزم بدفع ثمنها، أو دفع الإجارة في عقد الإجارة، فمن أجر شخصا فيجب عليه أن يدفع هذا المقابل مقابل الإجارة. إذن هذا هو معنى هذا التعريف الذي ذكره الإمام القرافي رحمه الله، هو قريب من تعريف ابن عاصم الذي ذكرناه آنفا. الشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، وهذا معنى قول القرافي معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم، قابل للالتزام واللزوم. وهذان مثالان يوضحان معنى الالتزام ومعنى اللزوم. لكن رأينا لبعض العلماء أن للصبي ذمة، ورأينا آنفا في المثال الذي ذكر والذي ذكره الإمام القرافي رحمه الله أن الصبي له أهلية المميز، الصبي المميز له أهلية التصرف وليست له ذمة. لكن هناك نقاشات بين الفقهاء أثبت بعضهم فيها أن للصبي ذمة، أن للصبي ذمة، وبناء على هذا فلا بد من تغيير تعريف الذمة، لا بد من تغيير تعريف الذمة. إذن فعندنا مفهومان لمصطلح الذمة. المفهوم الأول رأيناه عند القرافي وعند ابن عاصم أن الذمة صالحة لقبول الالتزام والإلزام معا، بينما التعريف الثاني الذي نجده عند ابن الشط فقيه المالكي رحمه الله فقد قال والأولى عندي أن للصبي ذمة، والأولى عندي أن للصبي ذمة، وأن الذمة هو قبول الإنسان للالتزام دون اللزوم، بمعنى أن الصبي له وجه من أوجه الأهلية، له وجه من أوجه الأهلية، وهذا الوجه
تمكنه من اتصافه بالذمة. واستدل على ذلك بأنه يجب في ماله ضمان المتلفات، أو كما سماه قيم المتلفات. فإذا أتلف الصبي المميز مالا لغيره فيجب عليه ضمانه من ماله. ووجوب الضمان هي عبارة عن وجود الذمة له، إذ لو لم تكن له ذمة لما خوطب بوجوب الضمان. وكذلك من الأمثلة التي توضح هذا أنه يجب عليه ما يسمى بالأرش، أرش الجنايات. هذا مصطلح الأرش يذكرونه في باب الجنايات، باب الجنايات في عادة في الجراح، في الجراح التي لم يرد فيها حد في النصوص الشرعية، كأن يكون مجرد أذى أو أن يكون جرحا خفيفا. فهذا يقول الفقهاء إن عليه دفع الأرش، فالأرش هو عوض عن عما يحدثه الإنسان من جرح بالآخر، ويجمع على أروش، يقال أرش الجناية أو أروش الجنايات. فالشاهد أن الصبي المميز إذا جرح إنسانا هذا الجرح يوجب الأرش، فإن هذا الأرش يجب عليه في ماله. فوجوب دفع القيمة ووجوب دفع الأرش يدلان على أن للصبي ذمة. ثم وجدنا نصوصا عند قدماء الفقهاء فيها صراحة أو فيها تصريح بأن للصبي ذمة. فهناك نص في المدونة الكبرى للإمام سحنون، طبعا عن الإمام مالك رحمه الله، وعن ابن القاسم كما هو معروف، وكما سبقت الإشارة إليه في درس سابق. يقول: وإن أودعت شخصا حنطة، أو من أودعته حنطة، يعني وضعت حنطة عنده على سبيل الوديعة، هذا المقصود، ومن أودعته حنطة فخلطها صبي أو أجنبي بشعير للمودع، ضمن الصبي ذلك في ماله. فإن لم يكن له وقت ذلك مال فهو في ذمته. فهذا نص صريح في أن للصبي ذمة. ومن أودعته حنطة فخلطها صبي، طبعا هنا صبي مميز، فخلطها صبي، بل نقول هنا صبي دون تقييده بالتمييز، صبي، فخلطها صبي أو أجنبي، خلطها بشعير، يعني أخذ الحنطة وخلطها بشعير مع أن الحنطة هي الوديعة، فهذه مشكلة. أخذ الحنطة وخلطها بشعير، ولا شك أن هذا الخلط بشعير يعد عيبا في هذه الحنطة، فما العمل؟ قال: ضمن ذلك الصبي في ماله. نضمن هذه الحنطة من مال الصبي. فإن لم يكن له وقت ذلك مال، أي إن لم يكن له مال في الوقت الذي قام فيه بهذا الفعل، فهو في ذمته، أي ننتظر ملاءته، أي ننتظر أن يكون له مال فنأخذ من ماله ما يقابل تلك الحنطة التي أفسدها بهذا الخلط. فهذا نص صريح على وجود الذمة للصبي. ولذلك لما جاء الفقيه المسناوي عقب على هذا النقاش الذي ذكره القرافي رحمه الله، وعقب عليه ابن الشاط، والقرافي كأنه تبع في ذلك، أو ابن عاصم عفوا تبع في ذلك القرافي في تعريفه كما سمعنا، قال
فإثبات الذمة للصبي كما قال ابن الشط صحيح، إثبات الذمة للصبي كما قال ابن الشط صحيح. فالذمة تثبت دون توقف على التمييز فضلا عن التكليف، يعني لا يشترط حتى التمييز فضلا عن التكليف. هذا الكلام نخلص منه إلى أن الذمة تكون للإنسان بمجرد ولادته، لأنه سيأتي أن الصبي له مرحلتان بارزتان، مرحلة ما قبل التمييز ومرحلة التمييز. فعلى هذا تكون للصبي ذمة قبل مرحلة التمييز. وكأن القرافي ينحو منحى أن الصبي لا تكون له ذمة إلا بالتكليف، إلا بعد أن يصل مرحلة التكليف، أي ينتقل من مرحلة الصبا إلى مرحلة التكليف. فالمسناوي علق على هذا وصحح ما ذهب إليه ابن الشط رحمه الله، ثم نبه إلى أن ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام إنما مشى على ما درج عليه القرافي لا ما درج عليه ابن الشط رحمة الله على الجميع. إذن بهذا نفهم ما للفقهاء من نقاش في مسألة الذمة ومسألة الأهلية، وكأننا لمحنا الآن شيئا من الصعوبة في التعامل مع مصطلحي الأهلية والذمة، أهلية المعاملة حسب تعبير القرافي أو أهلية التصرف كما قال في بعض المواضع من فروقه، والذمة كما ذكرها هو وكما ذكرها ابن عاصم رحمه الله. وهذا ما حد ببعض الفقهاء المالكية لتخصيص الذمة بكتاب مستقل، ولذلك ينسبون للشيخ ميارة كتابا بعنوان صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة، صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة. وقد رأيت في بعض الأبحاث عند بعض الفضلاء في المشرق انتقادات لاتجاه القرافي عموما في مسألة الذمة والأهلية. وأيا ما كان، فبعد هذا النقاش نصل إلى أن الفقهاء يقسمون الأهلية من حيث هي إلى قسمين. فنحن رأينا أن الأهلية هي الشرط الجوهري في العاقدين، فالأهلية من حيث هي قالوا إنها تنقسم إلى قسمين، أهلية وجوب وأهلية أداء، ثم إن كل منهما تنقسم أيضا إلى قسمين. فأهلية الوجوب قسمان، أهلية الوجوب الناقصة وأهلية الوجوب الكاملة، وأهلية الأداء أيضا قسمان، أهلية الأداء الكاملة وأهلية الأداء الناقصة. إذن النوع الأول أو القسم الأول وأهلية الوجوب. معنى أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، نفس التعريف الذي سبق في البداية. فهذا التعريف ينطبق على أهلية الوجوب، صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. وسميت أهلية وجوب لأنها هي التي تجعل الإنسان أهلا لأن يجب له حق أو يجب عليه حق. فالوجوب له اتجاهان، اتجاه لمصلحة من له الأهلية، واتجاه للمطالبة أي لمطالبة من له الأهلية. فجمع هذان العنصران في عبارة الوجوب، فالوجوب إما له وإما عليه.
فإذا وجب له شيء فهو يستفيد، وإذا وجب عليه شيء فهو يدفع. ثم إن هذه الأهلية كما قلت قسمان، أهلية الوجوب ناقصة وأهلية الوجوب كاملة. أهلية الوجوب الناقصة هي صلاحية الإنسان لأن يجب له شيء ما دون أن يجب عليه شيء ما. النقصان، نقصان الأهلية الآن يتجلى لكم في حذف ما إذا كان عليه شيء. فالذي يتمتع بأهلية الوجوب الناقصة لا يجب عليه شيء. ومن ثم فإنما يكون لمن له أهلية الوجوب الناقصة له أن يأخذ، ولكنه لا يعطي. يكون له الحق ولكن لا يكون عليه الحق. هو يغنم ولكنه لا يغرم. النقصان جاء من هنا، أي إنه يعفى من هذه الأمور التي ذكرت. والذي له هذه الأهلية، أهلية الوجوب الناقصة، هو الجنين. الجنين في بطن أمه، والوحيد، الجنين في بطن أمه. فالجنين في بطن أمه له أهلية، والأهلية التي له هي أهلية الوجوب، وأهلية الوجوب التي له هي أهلية الوجوب الناقصة. إذن فإذا رأينا أن أنواع الأهلية أربعة، فليس للجنين في بطن أمه إلا نوع واحد، وهو أهلية الوجوب الناقصة. لكن ينبغي أن ننتبه إلى عنصر النقصان. عنصر النقصان ليس لأن إنسانيته ناقصة، فإنسانيته كاملة بمجرد تخلقه في بطن أمه. ومن أين جاء النقصان؟ جاء من أمرين، جاء من أمرين. الأمر الأول أن حياته محتملة، يعني حياة الجنين في بطن أمه دائما نستصحب أن حياته محتملة، بمعنى أنه يمكن أن يولد حيا ويمكن أن يولد ميتا سقطا. هذا الاعتبار الأول أو الأمر الأول. والأمر الثاني أن له اعتبارين وهو في بطن أمه. اعتبار كونه جزءا من أمه، اعتبار كونه جزءا من أمه، فكأنه يندرج في أمه، أي لم يستقل بعد بشخصيته. والاعتبار الثاني هو اعتبار انفصاله عن أمه، يعني ففيه ملحظان، ملحظ الاستقلال والانفصال وملحظ الارتباط. ولا نستطيع أن نجزم بأحد هذين الاعتبارين إلا بعد خروجه. فإذا خرج إما أن يخرج حيا وإما أن يخرج ميتا. ولهذه الأمور قيل إن له أهلية وجوب ناقصة، وبناء على ما له من أهلية الوجوب الناقصة، إذا مات أحد ممن يرثهم هو، إذا مات أحد ممن يرثه أي هو من ورثة ذلك الميت، فإنه تنتظر ولادته، تنتظر ولادته، هل يولد حيا أو يولد ميتا، هل يولد ذكرا أو يولد أنثى، هذه كلها احتمالات. فإن تحققت ولادته
فإن له حينئذ حق الميراث. هذا حق الميراث، هذا حق له، ولذلك قالوا إن الحق يكون له ولا يكون عليه. إذن فالجنين بناء على وجود أهلية الوجوب الناقصة له يرث، فإذا مات بعد ولادته فإنه يورث، ولكن هذا سيأتي في المرحلة الثانية. لكن وهو جنين فإن له حق الميراث في حالة ما إذا ولد سليما، إذا ولد حيا، مجرد أن يولد حيا فإن له حق الميراث. إذن هذا الحق الأول. هناك حق آخر للجنين، وهو جواز الوقف عليه، جواز الوقف عليه، الحبوس عليه. يعني يمكن أن يأتي شخص ويقف على جنين ما لما، أن يقف عليه عقاران، أن يقف عليه عمارتان، أن يقف عليه ضيعة، هذا يجوز. وهذا يدلكم على أن للصبي أو للجنين في بطن أمه أهلية وجوب ناقصة. القسم الثاني أو النوع الثاني هو أهلية الوجوب الكاملة. أهلية الوجوب الكاملة، أهلية الوجوب الكاملة تعني صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، يعني تكون له وتكون عليه. وهذه الأهلية تكون للإنسان بالنظر إلى إنسانيته المشاهدة. في الجنين هو إنسان لكنه لم يشاهد بعد، أي لم يخرج بعد إلى الوجود. أما بالنسبة لأهلية الوجوب الكاملة تكون للإنسان بمجرد كونه إنسانا نشاهده، بقطع النظر عن سنه وعقله وبلوغه ورشده وما إلى ذلك. أي إن أهلية الوجوب الكاملة تكون للإنسان بمجرد ولادته، بمجرد ولادته. وبناء على أهلية الوجوب الكاملة التي للإنسان بمجرد ولادته يرث ويورث، وتجب له النفقة، وتجب عليه النفقة، تجب عليه النفقة، عليه النفقة على من؟ النفقة عليه هو، بمعنى أن الصبي إذا كانت له أموال، وقد يكون له مال وهو جنين في بطن أمه كما قلت، يمكن أن يوقف عليه، فتوفي أبوه، فمن أين ينفق عليه؟ ينفق عليه من ماله. لماذا؟ لأن له أهلية وجوب كاملة، فنأخذ من ماله ما ننفق به عليه. هذا أمر واضح. إذن عندنا أهلية الوجوب الناقصة للجنين، وأهلية الوجوب الكاملة للإنسان بمجرد ولادته. ثم يأتي النوع الثالث، وهو أهلية الأداء الكاملة. والنوع الرابع أهلية الأداء الناقصة. وسنتحدث عن هذين النوعين بما فيهما من تفاصيل في الدرس القادم بحول الله. ومن المهم جدا أن نتأمل القضايا التي أثارها الفقهاء في مسألة الذمة وفي مسألة الأهلية، لما يترتب على فهم هذه المصطلحات من فهم للعقود التي ستأتي لنا إن شاء الله. ففي كثير من العقود نتحدث عن الذمة كما سمعتم آنفا لابن عاصم في باب السلام وفي باب الصلح، ويأتي في أماكن أخرى. كل ذلك فهمه يتوقف على فهم ما قالوه في الذمة وما قالوه في الأهلية. ولذلك
تعمدت الإشارة إلى كل ما ذكره الفقهاء في هذا المجال وصولا إلى التقسيم المشهور عند الأصوليين وعند الفقهاء من تقسيم الأهلية إلى قسمين كبيرين كل منهما قسمان أيضا، فتصبح الأقسام أربعة: أهلية الوجوب وأهلية الأداء، أهلية الوجوب منها أهلية الوجوب الكاملة، أهلية والناقصة، وأهلية الأداء منها وأهلية الأداء الكاملة وأهلية الأداء الناقصة، وسنعود إلى ذلك بشيء من التفصيل وبالتمثيل حتى تتضح الصورة أكثر إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.